وإحنا في إطار التطوير والتحديث حتى لا يقف المصنع عند آخر تطوير تم في الفترات السابقة. عملنا مجموعة من التطويرات اللي حصلت، عملنا تطوير لمنسوب الصفر في المصنع وده اتكلف حوالي 3 مليون جنيه، طورنا مكبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه، ركبنا فاصل الأتربة من البنجر، الفاصل ده لو جبناه من بره كان يعدي 25 مليون جنيه، احنا نفذناه عندنا داخل الورش بتاعتنا بنسبة 95% تصنيع محلي ب 10 مليون جنيه. كل الأعمال وكل ما ينتج عنها بيؤدي إلى تعظيم العائد اللي بيعود على شركة السكر والصناعات التكاملية ماديا وأرباحا من عمليات التشغيل. السنة دي هننتج إن شاء الله 70,000 طن سكر من البنجر، وعندنا حوالي 30 مليون من مصنع التقطير هننتجهم كحول. وكان الزملاء المراسلين والصحفيين اللي موجودين كانوا بيصوروا عملية شحن عربيات الكحول المصدرة إلى إيطاليا، بخلاف الكحول اللي بيباع في المنطقة الحرة هنا في مصر لتدعيم المصانع اللي شغالة عندنا في مصر في المناطق اللي بنظام المناطق الحرة. وكمان بننتج حوالي 30,000 طن علف بنجر، وده بيتم تصديره برضو بالكامل للخارج بالدولار، وبننتج حوالي 15,000 طن فيناس وده بيباع محليا لتصنيع الأسمدة.